دولة. خد امسك السندوتش الطعميه ده، انت ما اكلتش من الصبح. اه والله يا رمزي انا ما اكلتش فعلا. بكام السندوتش ده يا عم؟ حاجه عبيطه. خلي ايه اللي خلي؟ انت هتبقشش عليا تصرف عليا هاد ولا ايه؟ ايه دولة واحد يا عم؟ واحد يا عم؟ الله الله الله، هو كل واحد هيعمل فيها نزيه النهارده ولا ايه؟ خلاص يا عمنا، بص السندوتش الطعميه ب 13 جنيه ونص. حرامي وغبي، في سندوتش طعميه ب 13 ونص؟ يالا تستهبل. ايه دولة مالك يا عم؟ مالك كده يعني دلوقتي؟ انا سرقك برضو زعلان، برضو اعزمك برضك زعلان. لا طب انا اعمل لك ايه بقى دلوقتي؟ فين بقى دولة؟ فين ايام زمان كده؟ هو دولة لما كان يقول لي قشطه، يالا رمزي اقول له قشطه، فينك يا دولة؟ تزعق لي ما زعلش، تضربني ما زعلش. كسرت يا رمزي كسرت. اه اكيد وقعت من على الرف. كاني وقعت من على الرف. اتركنت على الرف يا رمزي، ما بقاش ليا كلمه في البيت. طب وايه اللي زعل دول؟ طب ما هو انا عندك اهون، عمري ما كان ليا كلمه في اي حته في الدنيا ولا ليا لازمه كمان، ومع ذلك انا مش واخدها بحساسيه. يا ابني افهم يا ابني، الستات اللي عندي في البيت القرش جري في ايديهم وما بقتش قادر احكمهم. اسمع دولة، أنا أمي لما اشترت البقرة صبوحة والعملية جلت في إيديها بقى لبن وجبنة قريش وشاورما. شاورما؟ إيه كانت بتاخد شاورما من البقرة وهي صاحية؟ يا نهار أبيض، وأنا عمال أقول الزكاوة اللي عندك دي جايبها منين؟ إيه؟ من أمك. دولة لو سمحت بقى، لو عايز تفهم اسمع، لو مش عايز تفهم اسمع. آسف جدا، أنا آسف جدا إن أنا قطعت حضرتك يعني، وحضرتك بتنصحني، أنا آسف. اتفضل حضرتك سمعني. أنا بقى أبويا كان تاجر كبريت قد الدنيا. هو عمي على اساس ان انا ما اعرفش مين يعني، كان ايه عنده مصنع كبريت ولا ايه؟ لا يا دولة، كان عنده بقى قرصتين كبريت واقف بيهم كده، بس ايه القرصه فيها 12 علبه كبريت. ما شاء الله، ده انت غني بقى. وانت طبعا كطفل كنت بتلعب بقى بالثروه بتاعت ابوك بالكبريت طول الوقت بتلعب، ما انت ابنه البكري لهبل. انا بقى يا دولة كنت بقوم شاطط عود الكبريت كده اهو، واقوم راميه في ودن البقره صبوحه. اه عشان تستوي وتنزل الشاورما مستويه، امك تقطع منها وتبيع للشباب المنحرف في القريه، صح؟ دولة لو سمحت، عايز تستفيد مني اسمع. انا اسف انا اسف، بقطع حضرتك تاني، انا اسف. اتفضل قول. انا بقى ابويا بقى لما لقى ان امي اختنت وكده هون يعني ايه، مسكتش وقرر يحاربها، فقام اشترى لها بقى. اشترى لها بقره طبعا. لا يا دولة، اشترى لها سم، وقام مسمم لها البقره بتاعتها، ورجعوا بقى الاتنين فقرا تاني، وانا اتلطمت بقى وجيت لك هنا اهو. اه يعني انت عايزني استفيد من الروايه بتاعتك دي كلها ان انا اسم لهم الفساتين يعني؟ يا دولة مش لازما يعني تسم لهم يعني، انت ممكن تشتري لهم سكينه. سكينه؟ بص برغم غبائك طبعا اللي انت اكيد متاكد منه يعني، وبرغم كل اللي انت بتقوله، بس انا ممكن استفيد بحاجه، ان لا يفل البقره الا الجاموسه. خش يالا انت وهو يالا. خش يا الريس. خش هنا يالا. خش يا الريس. خش افرش هنا يالا. خش يا الريس. ايه ده؟ ايه؟ الاوبن داي بتاعنا، من حقنا نعمل اوبن داي، كل واحد في اوبن دايو. يعني مش اسلوب ده يا عادل بقى؟ الله بقى. هو ده الاسلوب، والبضاعة موجودة وعلى ايدينا اهو. يلا يا زباين باتنين ونص. تعالى بص. اتنين ونص. تعالى بص. اي مشروب، اي مشروب ب 35 قرش، ولا استغلال الستات ولا الكافيهات. انت يا جربوعات، انت تعالى هنا. بص بقى، انت تاخد العصير بتاعي ب 50 قرش وتبيعه ب 35 قرش، والرخيص ثمنه فيه، وانت هتكسب فلوس ادي كده اهو. امسك. والنبي شو بتقول ايه؟ ب 2 ونص. وتعالى بص. اتنين وبس، وخليها تخرب. يلا يا مدام، يلا يا هانم، يلا يا مدام فستان الهام، يلا يا بيبة تنمى. ايه ولا استغلال جامعة الدول ولا الشهاب؟ قربوا يا شباب. اتنين ونص. تعالى بص. فرش الدولة اسعارها مش معقولة، بابي حريمي ب 3 ونص. عادل اللي
قرب يا مدام، قرب يا استاذ، قرب يا بيه. معانا سبوره، انما ايه سل الاموره. معانا اتفضلي يا مدام، اتفضلي معايا الفلايه. ايه ده بكام دي؟ عشان خاطرك ب 15 جنيه عشان خاطر عيون حضرتك بس. ده انا لسه شايفاها عند ابو دوله ب 12 بس. تعالي 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 دوقي. دي شايطه وزايبه وبتاعت غسله واحده اللي عندي دولت. لا 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 لا، بتاعت غسله واحده ايه؟ ما انا لابس منها اهو، وبتتغسل كل يوم بالمرتين وبالثلاثه، ولا بتبوظ ولا اي حاجه. بتنوين ونص والشراء يعني. ما ده مش شرف المهنة يا عادل. يا واطي يا عادل يا واطي. هنحدد بعض ولا ايه؟ يا واطي. لا لا لا، التجارة شطارة، واللي حصلني كسرني، واللي حصلني كسرني، واللي حصلني كسرني. تعال قرب قرب يا مدام، باتنين ونص قربوا يا اخوانا. طلع يا دي البضاعة. ايه يا معلم؟ طلع يا هلا. قرب يا تيزا، البضاعة على الترابيزة. بقول لك ايه يا استاذ، خلاصين؟ انتي خلاصين الاطفال من عندك ولا؟ عينيا يا دولا. يا ريس دولا، يا ريس دولا. هلا حمو. يا ريس. عاملين بكام النهارده هلا؟ كله على بعضه ب 4000. 4000؟ ايوه يا ريس. صدريهم ياد عشان ما نتحسدش هلا. يا انتي، عاملين بكام النهارده يا انتي؟ 200 جنيه. واحنا عاملين في البوفيه كام واحده فتله؟ 300 جنيه. قشطه. عسل. وانتي عملتي كام يا خيبتها؟ 25 قروش. 25 قرش؟ ليه؟ واحد طلبت كوبايه ميه ولا ايه؟ عموما اللي يتكسف من بنت عمه يتجوز بنت خالته عشان تترتاحوا شويه. انا ممكن اخد منكم البضاعه كلها ويعني اراضيكم قرشين. احنا هنحافظ على الفرشه دي لحد اخر شراب في البضاعه. الله اكبر، ايه الروح القتاليه دي انا اللي انا شايفها؟ انت بتحرق اسعار يا عادل. الريس دوله. ايوه، انتوا يا ما حرقتوا دمي احرق لكم شويه اسعار. وبتشغل الاغاني السوقيه علشان تعمل دعايه لنفسك يا عادل. الريس دوله. ايوه، ما انا ما دعيت عليكم والحمد لله ربنا استجاب. ماشي يا عادل، والبادي اظلم، واللي حصلني يكسرني. باتنين ونص. نص نص. تعالى بص. ايوه باتنين ونص. نص نص. تعالى بص. قرب 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 يا متغرب، تعالى دور وقرب بجنيه ونص. ويلا يا تانت هنبيع بالقسط، ويلا يا عمو هاتشي مثل حمار. الله يا عم بتاع هلا. يا عم احنا صوتنا اتنبح بقى دولا بقى. صوتك اتنبح يا هلا، انا جايب كلاب معاك. ما تنادي على البيت بجنيه ونص. بجنيه ونص. وتعالى بص. وتعالى بص. بجنيه ونص. بجنيه ونص. وتعالى بص. وتعالى بص. بجنيه وبس. ايوه بجنيه وبس. بس بس بجنيه وبس. وبنص جنيه. ايوه وبنص جنيه. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. وهي وهي ايه ده؟ انا مندوب رئيس الحي، تمام؟ وانتم معمول لكم محضر اشغال طريق، واشغال طريق سيادتك يعني ما فيهوش هزار، تمام؟ وهنصادر البضاعه. ايه رايك؟ هنصادر البضاعه. وانا بقى لم الفرش يا ابني، لم الفرش يلا. وانا بقى فاكرين انتوا نايمين على ودني، بس انا مش نايم على ودني، انا صاحي قوي، صاحي لكم قوي قوي جدا خالص، تمام؟